بيعتبره ذكاء على فكرة، إنك تمدي إيدك للجيل الأصغر وتقتدي بيه وتاخدي منه وتسمعي له بدل ما تتمنظري عليه وتقولي له أنا اللي بفهم وأنت لأ. بعتبر ده ذكاء يعني. لا بالعكس يعني، احب كده قوي. يعني احنا محتاجين أدمغة، مهما كنا احنا بنفكر رهيلين ومش عارف ايه، بس احنا محتاجين دماغ تانية معاكي. انا طول الوقت يعني حتى في السي دي الاخير يعني الملحنين يعتبر معظمهم جدد، كلهم جداد. يعني اللي عمل لي ما حصلش حاجة جديد، صغير في السن عنده 25 سنة بلال سرور، شادي نور عنده برضو صغير في السن اللي هو عمل هوا هوا ويا لطيف، الثلاث أغاني كلهم شبان، والأول مرة يمكن بيبقى لهم شغل في السوق يعني. شوقتيني أشوفهم، شوقتيني. فعايزة أقول لك إنه ده حاجة تانية، بصمة تانية، بيدوني روح تانية مختلفة. فده حاجة ضرورية في حياتنا، إحنا محتاجين طول الوقت دم جديد زي ما بيقولوا.